السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتواجدوا بالضبط بدوار المعاقلة التابع لجماعة عمالة سيدي حيا زعير بعمالة صخيرة التمرة. ساكنة دوار المعاقلة اللي تفاجأت بواحد اللاقط هوائي أو ما يعرف بالريزو. هاد الساكنة كتأكد بأنها تفاجأت بهذا اللاقط اللي كيتصمم وكتعاني من أنه كاين أذان، ما كاينش أذى اللي سمعت ليها فيما يخص الشكايات اللي تقدمت بها. أحد الساكنة غادي يتكلم لنا على المأساة. الاسم ديالي نواري عصام، أنا من الساكنة ديال المنطقة ديال دوار العقلة عمالة صخيرة التمارة. يعني تنتفاجئوا يعني بهذا اللاقط، ها هو يعني هذا الريزو هذا. يعني عندنا خوتنا مراد، عندنا خوت تنخسروا أموال باهظة في هذا الشيء ديال الأمراض هذا، هو كنتفاجئوا يعني ما كاين لا موافقة لا حتى شي حاجة. هذا الريزو تحط، ها هو السيد حطوا ليه هنا فوق الدار ديالو، ها هو يعني رسمنا جميع السلطات سوى محلية سعادة القائد سعادة الرئيس سعادة العامل، ما كاين حتى شي رد من هاد الناس هادو. يعني حنا تنشوفوا شي نداء يعني يجي يديروا لنا شي حل لهاد اللاقيط هذا. يعني حنا هاد اللاقيط هوائي حنا معاه ماشي ضده، ولكن تحط شي منطقة بعيدة ها هما الجبال، يعني كاين مناطق خاوية يعني تنخسروا اموال. يعني كاين سيده هي تحرق ليها الدم مريضه بالسرطان، كاين اطفال، كاين خوتنا، كاين ولادنا، كاين بزاف ديال الامراض. يعني تنديروا واحد النداء السيد العامل يشوف لنا شي دخل من هذا الشيء هذا يدخل لينا. يعني الوطاس ما دارت معنا والو. بسم الله الرحمن الرحيم، انا نيابه على النساء ديال هذا الحي، لانه شحال من وحده ما قداش تخرج، لان اللي واحد السؤال اللي بغى يسمح لي. هذا الريزو اللي دار بلا شوارنا بلا شوار موانين هذا الحي، اللي بغيت نسول السلطات الكبيره اللي فوق منا، انا ما كنعرفش، بغيت عا نسولهم الا كان صالح هذا الريزو مرحبا به. كان فيه ضرر لوليداتنا، انا اكبر واحد مضر في هذا الحي، لانني كانت عندي جوج بنات فيهم امراض سرطان. الله اللي مطالع بيا، كنمشي بالليل ونمشي بالنهار وهكاك وما شديتش بناتي. وحده توفت ليا بنت 16 سنه والثانيه هي عندها 14 سنه، ولا فلوس لا حتى شي حاجه، ما قديتش باش ندير هاد البنات. ولكن باش يجي هاد الريزو ويزيد باش انا هاد البنيه كلي لا عندي ب1000 سنه كنترجى فيها الله، كنتمنى من السلطات العليا الا كان فيه ضرر الله يرحم ليكم الوالدين اجيو تشوفوا من حالنا. لكن فيه انه صالح مرحبا به، انا ما نعرفش اكثر من هذوك السلطات. الله يرحم ليكم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، انا العمري سليمان، انا من هاد السكان ديال المعاقله، وانا المتضرر الواحد لهاد اللاقط اللي حطوا لي، انا المتضرر الاول فهاد الريزو هذا اللي حطوا لينا هنا. وانا دابا تناشد هاد الطلب ديالي للعماله السيد العامل. بالنسبه للدار ديك هي هادي هذه هي الدار ديالي، انا المتضرر الاول في هاد اللاقط هذا، وانا تناشد الضرر ديالي للسيد العامل. حنا ناشدنا الجماعه وناشدنا القياده ودرنا طلب للعماله وما ردوش علينا هاد الناس حتى بشي حاجه. الضرر الاول. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.